فبديت لغات بسيطة، حبيت يعني أوصل بأن أكو ناس طاقة شبابية موجودة هنا بالعراق. بدأ بلعبة وانتهى باكتشاف ثغرات بمواقع عالمية وحصلت جوائز دولية. مؤمل أحمد شكير هو شاب عراقي من أهالي واسط، يعمل الآن مبرمج ومسؤول الأمن السيبراني بمركز الإعلام الرقمي بالعراق. اكتشف مؤمل كوما ثغرات بمواقع عالمية مثل فيسبوك وإنستغرام وتليجرام وحتى موقع وكالة ناسا الأمريكية وموقع البنتاغون، وحصل عدة مرات على المكافآت من هاي الشركات العالمية وصار اسمه بلوائح الشرف بيها. أنا من زمان يعني هواي لقيت ثغرات بهواي يعني مواقع عالمية، مثلا شركة ميتا أنا لاقي بيها 7 ثغرات، وزارة الدفاع الأمريكية هواي مواقع، مثلا جامعة هارفورد، كامبريدج الكولومبية، غيرها من هاي الأمور. ويقول مؤمل إنه قصة نجاحه بدت من كان عمره 16 سنة ورغبته بقرصنة لعبة ماينكرافت بالبلاي ستيشن، وقرر يتعلم لغات البرمجة على اليوتيوب، وبعدها شارك بدورات لشركات تقنية متخصصة ونال شهادات منها.